يا مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا. فيها حاجه حلوه، مصر الجميله بناسها الطيبين، بناسها اللي بيحبوا بعض. زينه رمضان ما تعرفش مسيحي ولا مسلم، مينا وجوزيف وروماني ايديهم في ايد احمد وعزت وعمر وسامح، وكل الناس اشتركوا مع بعض ولموا فلوس وجابوا زينة رمضان، ويلا نعلق زينة رمضان. فيها حاجة حلوة، مصر 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 الأبية، مصر الجميلة، مصر بناسها، مصر المحبة. يا جماعة الدنيا حاجة، الدنيا مختلفة. مشاهدي ومتابعي منصة أبو كبير ميديا، هنرصد لكم حاجة حلوة جميلة ما شاء الله. عزت لم الشباب، عزت أكبر واحد فيهم سنا ولموا من بعض وجابوا زينة رمضان. ماشي، اتفضل اتفضل. هو انا اتصلنا عليك ايه عشان يعلق معاك يا عم جوزيف؟ مساء الفل. خليش حد يدفع حاجه كمان. اه وكمان بتشاركوا كل حاجه. ده لازم. لازم ده لازم ده ده احنا عيشتنا على الشهر ده. فيها حاجه حلوه؟ فيها طبعا 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 واحد. طبعا. ولا حاجه، ولا في حاجه اسمها مسلم؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. احنا اه طبعا، انا كنت اول واحد بجري على زينه رمضان وعلى فرحه رمضان والزينه والانوار وفانوس رمضان والكلام ده. متعودين على كده؟ طبعا طبعا طبعا. شهر خير. القمص يؤنس، راعي الكنيسه الكاثوليكيه، اول امبارح علق الفانوس على المطرونيه. بس طب عايز ايه تاني؟ ايه الرسائل اللي احنا بنبعتها دي؟ انهي رسائل؟ بنبعت العالم رسائل. اه احنا وحده وطنيه، محدش دعوه بينا. بس ممكن نختلف، مش عيب الاختلاف، مش عيب الاختلاف، بس نتقابل في المحبة. طبعا اختلاف في الديانة ده وارد. ده وارد طبعا طبعا طبعا، انما نتقابل فين؟ المحبة. طبعا زي الفل. طبعا شوفوا يا جماعة جابوا لنا ايه؟ حاجة ساقعة. اه الجار أقرب من الأخ. الجار أقرب من الأخ. وده جاري. قول لي يا عزة. نعم. ايه الحكاية؟ ولا حاجة. حكاية حب وعشق. احنا بلد قلبنا أبيض. ما فيش سواد في قلوبنا. ما شاء الله. الحمد لله. طبعا مصريين. بس مصريين بس. يعني حتى بص الحلو جه على حته. اه امال ايه؟ ده اكيد ده اكيد طبعا طبعا. فرحه الزينه بالنسبه لك ايه يا جوزيف؟ فرحه الزينه احنا كل سنه بنستنى الفرحه ديت بالزينه وبالانوار بتاعه رمضان والمدفع، ضربه المدفع. آه. كل يوم. لا حاجة تاني، مسلسلات رمضان، كل حاجة حلوة بتبقى في الشهر ده. يعني رمضان مش عند المسلمين بس، عند المسلمين. لا طبعا. اه طبعا. واحنا طبعا. صغيرين في الحارة، كورة زيف، كورة مينا، كورة طبعا. محمد طبعا. احمد طبعا كله بيلعب. ده احنا يمكن زمان كان في المسحراتي ده كان يعدي يا جوزيف وينادي علينا. عشان سحرة؟ اه والله. جميل. في الغردقة في حاجات جميلة. في مصر كلها طبعا. محارب بيعمل مائدة الرحمن، محارب المسيح. اه محارب رمزي. محارب رمزي ما شاء الله. محارب رمزي عجايب ده كل سنة من ساعة ما اشتغل هنا. لما بنسأله بنقول له ايه؟ ايه الحكاية؟ الجد الجد كان بيعملها. طبعا. يعني مش حاجة حديثة. لا لا لا. مش حاجة جديدة. لا 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 لا. مش حاجة جديدة طبعا. الزينة بتعتبر لك ايه؟ فرح. 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 طبعا. الله محبة. الله محبة. بتعايد على اخواتك المسلمين تقول لهم؟ اه ده اكيد. تقول لهم ايه؟ كل سنه وهم طيبين ودايما في فرح، ودايما شهر الخير دوت يعود عليهم بايام انبساط ولم الاسره وحبايبهم وكلنا اسره واحده كمان. رغم كيد الحاقدين جوزيف بيعايد على المسلمين. طبعا كل سنه وهم طيبين. كل سنه طيب. وانت طيب، ربنا يخليك حبيبي. موضوع الزينة بدأ من كام ساعة النهاردة؟
لا هو صدقني انا ما كنتش موجود كنت في شغلي فانا لسه. كان عندك علم وجاي تشارك طبعا. طبعا طبعا عزت بقى ما شاء الله عليك. طبعا انا طالع اقطع البلكونه دلوقتي عشان اطلع اعلق. ايوه هتجيب حد كمان طبعا طبعا حبيبي بجد انا سعيد بك يا جوزيف. ربنا يخليك انك بتشارك اخواتك المسلمين المصريين كلنا مصريين نسيج واحد طبعا زينة رمضان، واحنا كمان كمسلمين برضه بنشارككم في عيادكم ونروح الكنيسه ونعيد على القساوسه في الكنيسه وبنشاركهم زي ما احنا بنشارك المسلمين ونشارك بعضينا كلنا نسيج واحد طبعا. والله محبه الله محبه. اتفضل يا جوزيف عشان ما نعطلش الناس ولسه معاكم كملين وما شاء الله فيها حاجه حلوه صوت المدفع وزينه رمضان والفانوس وعزت وعمر واحمد وجوزيف ومينا وحنا وميلاد كله بيساعد وكله سعيد وفرحان علق زينة رمضان علق جزء ولسه جزء يا جماعة الفرحة حلوة هتقول لي الفرحة ازاي فرحة رمضان والزينة والمصريين منور يا عمرو يا احمد ما تيجي معايا تعالى قول لي ايه الحكايه حكايه ايه جبت لنا ساعه وساعد وواقف مع بابا ما شاء الله عليك لازم كل مايك بس عشان صوت لازم يعني عم جوزيف موجود وصاحبك مينا ورماني كله هيساعد كل واحد فيهم بيساعد بحاجه معينه بدأتوا ازاي النهارده والله هو حاليا عشان انا ما كنتش موجود النهارده ساعه هم بدأوا كنت في مشوار فرجعت لقيتهم هم بادئين وعاملين اللي هناك ده عايز تقول اللي هم المسيحيين بدأوا قبل منكم لا الحاج هو الحاج والحاج عادل ابو عمرو هم اللي بدأوا الفكره دي جميل تمام ف هم اللي بدأوا الفكره دي انا الصراحه جيت لقيتهم هم كانوا شغالين في الزينه اللي كمان. ما شاء الله منور يا احمد منور يا عزت بجد حاجه جميله يا عزت انك جمعت الشباب الحمد لله انك جمعت الشباب في حاجه حلوه الحمد لله وكل سنه طيب كل سنه طيب بجد يعني حاجه جميله يعني انا مستمتع وانا واقف معاك بحاجه كويسه بس انا عمال لبخك شويه معلش يعني قول لي اقف فين وانا اقف زي ما انت كده ما شاء الله ما شاء الله نعدي ما يتقاش الزينه راكبه على الحبل كده ولا من جوه عشان لما تشد يبقى حته واحده لسه معاكم مكملين منور يا سامح منور بجد ما شاء الله عليك قول له كده يشد ويلا يا رجاله يلا يا مينا يلا يا جوزيف يلا يا عمرو يلا يا احمد شد واسحب شد واسحب خلي بالكم العربيات يا رجاله حاسب العربيات حاسب يا عمرو واحده واحده يا عمرو ما شاء الله ربنا يحمي الشباب والهمه في الشباب ما شاء الله جميل جدا انك تشوف حاجه بحب بتتعمل وتطلع جميله زي ما انتم شايفين الكادر بيتكلم او الصوره بتتكلم مش عايزه كلام مني يلا سلك شد روح ارفع ما شاء الله
حتى الناس وهي معديه تسلم عليهم بالحب. ما شاء الله موفقين ان شاء الله. فعلا المسيحي المصري غير اي مكان تاني في العالم. انا واحد من الناس برضه وسافرت بره مختلف فعلا يا استاذ محمد عاشور. ما شاء الله كل عام وانتم بخير فعلا. ما شاء الله يا جماعه بسم الله ما شاء الله. ما زلنا مكملين مع الرجاله مع الشباب. عزت بيندع على الرجاله وعلى الشباب. يلا يا رجاله سلك شد اربط، سلك شد اربط. ما شاء الله. ومينا مستنيهم على السلم، اهم حاجه مينا مستنيهم على السلم. ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين شباب منظر جميل ما شاء الله. ما شاء الله. يلا يا عزت يلا عشان الشباب. ما شاء الله الزينة والشباب واللمة ورمضان والفرحة فيها حاجة حلوة. الله محبة. ما شاء الله حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يلا يا عزت ارفع شد سلك واستنى يا ابني كلها حكايات وفرحة زينة رمضان. روح 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 استنى يا رجال. سلك واستنى يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. زينة رمضان
والناس والجيران مسيحي ومسلم كله شغال بالحب. فيها حاجة حلوة والله، محبة، الله محبة، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا مسهل ايه رقاصة انت تشتغل ايه سواقة يا فندم؟ يلا ارفع، يلا علق، ما شاء الله، يلا بالصلاة على النبي، روح يلا، ما شاء الله ما شاء الله، زينة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. شد يا مينا، شد يا جوزيف، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. كنا معاكم وزينة رمضان وكل الناس في الحي وفي الشارع في الغردقة، شارع الكهف، عمرو وعزت وجوزيف ومينا كله بيساعد في زينة رمضان. شكرا لحضراتكم، ونلقاكم فيديو قادم ان شاء الله وفيها حاجة حلوة. مشاهدي متابعي منصة ابو كبير ميديا، كان معكم عبد الله كتير من الغردقة مراسل المنصة، شكرا لحضراتكم.